في نهاية الحلقة أعطيناكم واجب إن الألوان. كانت عندنا ثلاثة ألوان. اللون الأول أحمر، أحمر إشارة إلى اللسان، أحمر. اللون الثاني، اللون الثاني أزرق، أزرق، هذه إشارة إلى ما يوضع على الحساسية، اللون الأزرق. واللون الثالث، اللون الثالث البني، وهو لون البشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تكلمنا في أحد الحلقات عن أمر مهم، وهو كيفية التواصل مع الأصم، وقلنا هناك ثلاث طرق بالإمكان الرجوع إليها في تلك الحلقة. اليوم سنتكلم عن جزئية مهمة، وهي الحروف الهجائية، ومتى نستخدم الحروف الهجائية الإصبعية. نستخدمها في مجموعة أمور. قد ألتقي بأصم لا يوجد لدي قلم ولا أجيد لغة الإشارة، كيف أتواصل معه؟ الحروف الإشارية الأصبعية ستغنيني، لكن ليست بذات الكفاية. فلهذا هي مهمة في الواقع لأمور. مثال، تسأل عن بيتك وينه، سيجيبك، قد يقول لك مثلا بيتي في تاروت، لكن كونك ما تعرف لغة الإشارة سيضطر أن يكتب لك تاروت. إذن، أو مثلا الاسم لن يتغير، اسمك ماذا؟ ستجيبه اسمي مثلا أحمد. إذن تعلم الحروف الإشارية أمر مهم، واليوم سنتعلم الحروف. لتعلم الحروف الإشارية لدينا قاعدة مهمة، وأن باطن اليد هي المسؤولة عن أو الواجهة للحروف، وظاهر اليد هي المسؤولة أو الجهة المعرفة للأرقام. نبدأ بسم الله. ألف، ألف، الألف نفس شكل الألف طبيعي، ألف، ألف. الباء نقطة واحدة، باء، باء، باء. تاء نقطتين، أليس كذلك؟ نقطتين. الثاء كم نقطة؟ ثلاث نقاط. إذن ألف، باء نفس الشكل، نقطة واحدة، تاء، ثاء. جيم نفس شكل الجيم تقريبا، نفس شكل الجيم، نفس الشكل، والنقطة في البطن، جيم. حاء نسحب حاء. خاء نقطة في الأعلى، خاء. إذن جيم حاء خاء. دال نفس شكل حرف الدال، دال. ذال، را را، حرك لسانك وأنت تقول را را، لا تنسى اربطها، را. زاي نقطة في الأعلى، زاي. عندما يسلم عليك أحد من بعيد تقول له سلام، حرف السين، سين. الشين ثلاث نقط مفتوحة، شين. إذن سين، شين. عندما يرمي أحد عليك شيء تقول مسكته أو صدته، صاد، صاد، ضاد. الطاء نفس حركة الطاء تماما، نفس الرسم الموجود للطاء، طاء. والضاء نقطة في الأعلى، إذن طاء، ضاء. عين، عين، والنقطة في الأعلى تكون غين. فاء كم نقطة؟ نقطة واحدة، فاء. والقاف كم نقطة؟ نقطتين، قاف، قاف. كاف نفس شكل الكاف تماما تقريبا مع الهمزة الموجودة، كاف. واللام كذلك نفس الشكل، لام. هاء، هاء. واو، ياء، تلك حروف الإشارية الأبجدية.